وهسه جاي نروح للمول، بس هوا صار ظلمه على مود هذا التليفون كاميرا مالتها بدا شويه يصور مو زين، بس انا احاول اصوركم. احنا جاي نصعد على المول، البحر جاي يبقى جوه، وشوفوا المنظر. هذا موجود هنا كله مطاعم، ومطاعم راقيه يعني. وهسه راح ندخل على المول. دخلنا للمول وهسه شويه راح نفطر بالمول، ومروان يريد يشتري سجاير. هسه راح وين مروان يبيع محل سجاير. يلا تعال نروح. هذا كم طابق مروان؟ اعتقد 3 طوابق، لو 4 لو 3، الأربعة ويا المطاعم يقول مروان. شوف هذا مسوين مثل معرض، يبيعون غراض مال البيت، حجر ما حجر، والله صراحة يبيعون شغلات حلوة يعني. هذا اعتقد ما موجود كل يوم، هذا مو كل يوم فقط يعني، اعتقد اكو فد احتفال او فد شيء على مود هذا مسوين. مروان انت روح اشتري سجاير. والله مول حلو صراحة. شوف هذا يبيعون هيك شغلات تخلي فوق الميز، اكيد هذا شغلات امي يعرف. شوف خلي اشوفكم. شوف هذا يخلون فوق الميز، وهذا يخلون بالتواليت، ما تواليت اعتقد. شوف هذول ملابس. على ما يشتري مروان سجاير، خلي اشوفكم هذه الطاولات. شوف هذا يبيع جنطة جلد، كله جلد. شوف كل شيء بيه هنا. شوف هذا يبيع كوب، استكان مال قهوة مال شاي. هذا يبيع لوحات. هذا اللوحة كلش حلو صراحة. شكرا. هذا شو اسمه هنا اعطاني كارت مالتها. Only handmade. Your design. Yes, only handmade. كله يقول عمل يد، يعني هي مسويها. الومنيوم. شيء بو إليش سليم. Evet evet إليش سليم. Alüminyum folyoda. Alüminyum folyoda. Evet, elde yapılma. Hepsi. Arkada da tablolar var. يقول هذا أنا سويتها بيدي، هذا الخاتون هنا هي يسويها. يقول كله جاي اسويها بيدي، يعني هذول الديكور مالتها كله هي مالتها. اسماء يسنا فلات ناس كلبك. او امو الله يسمنا. ايوه او الله يسمنا. يقول هذا اللوحه كلها اسماء الحسنى. شوف هي مسويها. ما شاء الله. ظرها حلو جدا. هذا نوع الطير ما اعرف اسمها بالعربي. مروان؟ منا راتشا يسمنون انتم. شوف هذا النوع من الطير نسيت اسمها. وهنا بي سورة فلق وسورة الناس. عاشت ايدك. ما شاء الله كلش حلوة صراحة. هم نفس الشيء. شوف هذا كاتب حمد لله. عاشت ايدك والله صراحة حلوة. Bu pazar niye kurulmuş bugün? Bu el emeği pazarı. Bunların buradakilerin çoğu elde yapılan ürünler.
şey festival. Festival. Evet, yani festival. Bir haftalık ya da bir iki üç gün. Bizdeki pazara kadar festival. Sipariş üzerinde de yapabiliyoruz. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte rengi değiştirebiliriz. Zemin rengini, foyunun rengini değiştirebiliriz. Ne güzel. وشوف هذا هم حضرها طبعا هذا اللي يقولون عليها فستيفال يعني مو كل يوم موجود هنا فقط موجود تقريبا 3 ايام 4 ايام هم بنات وعائلة هم يحضرون بيدهم يعني بالبيت يحضرون شغلات ويجيبون هنا يبيعون يعني هذا مو مكائن كل شيء يحضروها بعمل يد تعب يد ان شاء الله فقدرت افهمكم شنو الموضوع وهنا رجع يطلع عاني وهذا مروان جاي يحكي بالتليفون شوف هذا مصطفى حافظ يبيع بقلاوة شغلات كلش حلوة موجود بكل منطقة باسطنبول لو هذا بالأمينونو ما أمينونو ازدحام دائما يلا تعالوا خلينا نستمر نشوف المول بعدك شغلات حلوة شوف هذا هم عمل يد محضرها بسيم شوف شقد حلوة هذا هنا قناع ما قناع شوف هذا الديناصور هذا همين تعب يد عمل يد والله صراحة سوق حلو جدا وهذا محل يبيع بهارات يبيع دهن حار زيت زيتون وبهارات وحبشكلات هيك شغلات اسماءها ما اعرف هذول واحنا بداخل مول يعني مسوين مثل سوق شعبي محضريها عبالك سوق شعبي